المحزونة من دواعي سروري أن أكون اليوم وسط هذه الكوكبة من السادة الأفاضل محامين الفيوم بدعوة كريمة من معالي النقيب محمد بيه كركاب والسادة نقيب محامين الفيوم ومجلس إدارته الموقر، فإنه لشرف عظيم أن أكون اليوم بين حماة العدالة الواقفة، فالعدالة في مصر تتمثل في العدالة الجالسة والعدالة الواقفة والجهات الفنية، فهو مثلث متكامل ولا تستقيم العدالة بدونه. لما نتكلم عن الطب الشرعي ومجالاته سجدنا فاضل الأستاذة الدكتور رجاء عبد المعبود كلمت واستفاضت في الطب الشرعي الميداني. بصفتي كنت أعمل بمصلحة الطب الشرعي سابقا في جمهورية مصر العربية. الطب الشرعي متواجد في 4 أقسام: الطب الشرعي الميداني اللي هو التشريحي أو الجنائي اللي اتكلمت فيه أستاذتنا الدكتورة رجاء، في أقسام معاونة ومش ممكن يشتغل الطب الشرعي الميداني بدونها، الطب الشرعي المعملي ومعامل السموم المخدرة. كثير من قضايا الطب الشرعي الميداني لازم يشتغل فيها الـ3 أقسام، وده طبعا اللي بيجي من مسرح الجريمة والعينات اللي بتتاخد، العينات اللي بتتاخد من المعدة والأمعاء، فبيبقى في تقرير طب الشرعي مبدئي الصفة المبدئية للوفاة، بيجي بعديها بقى التقرير النهائي اتاخد عينات من المعدة في مواد سامة ولا ما فيش، اتاخد من مسرح الجريمة، اتاخد وبيطلع في النهاية. فاضل بعد كده القسم اللي أنا بمثله أبحاث التزييف والتزوير والجريمة الرقمية. طيب التزييف مفصص كده الشيء المغشوش، العرب زمان قالوا زاف الشيء أي غش، أي حط معدن أقل في الجودة على معدن أعلى عشان يقلل من قيمة التكلفة ويستخدم التكلفة. طيب الكلام ده لما اتعملت الإدارة زمان سنة 1928 كان المستعمل العملات غالبا العملات الذهبية والعملات الفضية، فالزيف لا يأتي إلا بغش المعدن. طب احنا النهاردة عكسنا، بنتعامل بالعملات الورقية غالبية التعامل، وأضيف إليها الـ10 جنيه البلاستيكية أو البوليمر الحديثة المصفوطة الصغيرة دي، وغالبية التعامل بالعملات هي العملات الورقية، وما قل منها أو ندر العملات المعدنية، وهو الجنيه اللي قيمته المعدنية ما تسويش حاجة أصلا. فبالتالي لما يبقى في إيدي عملة غير صحيحة ورقية ما أقدرش أقول عليها مزيفة، أقول مقلدة، العملات المقلدة. يعني لو رجع بنا الزمان ما كناش هنقول إدارة التزييف والتزوير. التزييف لأن كان في معدن، وده خلاص اسمه واتسمى ومش هنقدر نغيره. إضافة ليه طبعا بعد كده الجريمة الرقمية وهنتكلم عليها إن شاء الله. التزوير هو كل ما يتعلق بالمستندات وما تحويه من موضوعات والتوقيعات المزيلة له. أول ما أجي أتكلم عن المستندات كلنا هنفكر نجري على إن المستند عبارة عن ورقة. لا، المستند 80% منه قد يكون ورقة أو 85%، لأني وأنا في الخدمة باشرت قضايا كان بيبقى في كتابة على الجلد، كتابة مخطوطات، كتابة على الحوائط، رحنا السجون بعض الناس كانوا كاتبين عبارات سب و و و، فهنا المستند الحائط. المخطوطات الجلديه بتاعت الفراعنه الجلد اللي عندي مستند. الشاسيه بتاع العربيات ومواسير السلاح وقطع السلاح وحواتهم الكتابات، هنا المستند عندي معدن. لكن تجاوزا لما بنتكلم نقول مستندات يبقى دايما دماغنا بتروح على الورق، بس نبقى فاهمين ان مش الورق بس هو المستند. في كتابات بتبقى محفوره على بعض المعادن او مكتوبه على الجلود او مكتوبه على الحوائط.
طيب ليه أسند علم التزييف والتزوير والجريمة الرقمية بالطب الشرعي مش بأي حتة تانية؟ عندي مصلحة خبرة في خبرة هندسيين وخبرة تجاريين وخبرة زراعيين وخبرة قانونيين. ليه أنا خدت علم التزييف والتزوير الجريمة الرقمية خليته تبع الطب الشرعي؟ لأن الكتابة أي واحد عشان يكتب الكتابة دي مصدرها العقل، واللي بينفذ والرسام واللي بينفذ الأوامر اليد. فبتيجي تعليمات من العقل عبر الجهاز العصبي بتروح للإيد بتديها أوامر معينة عشان تعمل لي تكوينات معينة على الورق. ونظرا لأن العقل أو الجهاز العصبي أو الإيد كلها أعضاء آدمية حية، فهي بتتأثر بعدة عوامل عشان تديني المنتج الأخير اللي هو الكتاب. كده احنا داخلين هنتكلم عن التزوير الأول لأنه أطول، وهنخلي التزييف أو تقليد العملات أو الجريمة الرقمية في آخر ربع ساعة. هو طبعا احنا ظالمينكم وظالمين نفسنا، المعلومات اللي بنديها لكم النهارده مضغوطه، يعني انتم محتاجين فيها طبعا لا انتم تملكوا وقتكم ولا احنا، على الاقل مش اقل من 4 محاضرات وكل محاضره 3 ساعات. انما احنا عشان انتم تستفيدوا بالوقت بالمشوار اللي احنا جيناه بنختصر المختصر المفيد اللي يفيد سعادتك في شغلك لما تجيب قضيه طعن بالتزوير على مستند، سواء انت وكيل للطاعن او وكيل المطعون ضده. فانا لازم اقول في الحالتين مطلوب من سعادتك كمحامي كايه، واعتقد لو وصلنا للمرحله دي حققنا جزء عالي من الاستفاده، مع جانب من الفنيات. يعني مش هنتكلم فيها اداريات، لكن يبقى في جانب من الفنيات معاها. ما اعتقدش في حد في حضراتكم ما راحش لطبيب مخ واعصاب او طبيب قلب إن لم يكن هو مريض فراح مع حد مرض، عشان بس نترجم عملية الكتابة ازاي جدا. لما بروح طبعا أنا لما باجي أتكلم في حاجة في الطب ببقى أعصابي مش شيلاني، أستاذ دكتور رجاء موجودة. الواحد يخشى إنما إحنا بس بنسوق أمثلة فقط. الراجل بتاع المخ والأعصاب بيعمل حاجة اسمها رسم المخ، وبتاع القلب بيعمل حاجة اسمها رسم القلب. يوصل كده مجموعة وصلات، تمام؟ والوصلات دي بتنتهي بتوصيلة كهربائية براسم على الورقة، عشان لما اجي تكتمل التوصيلة واطلع برسم المخ الاقي الراسم طالع معايا وبيوصف لي حالة المخ اللي ترجمها لي على الورقة. برضه رسم القلب بنفس الطريقة، بيعمل التوصيلات شوية في ايديا وشوية على صدري وشوية على ايديا، وفي الاخر نتيجة النبضات بتاعت القلب بيطلع لي وصف حالة القلب الصحية بشوية بيم رسومات كده على ورقة زي الرسم البياني، بتوصف لي حالة القلب الصحية. النبضات جاية بتتحول إلى كهرومغناطيك، الكهرومغناطيك بيطلع بعد كده في الراسم يديني كتابة، ووفقا للحالة الصحية للقلب بيطلع الرسم، ووفقا للحالة الصحية للمخ بيطلع الرسم. هكذا الكتابة. جات فكرة في دماغي عاوز اترجمها لكتابة، يبدأ الجهاز العصبي والعقل الاثنين مجتمعين يشتغلوا، يطلع المنتج، تروح التعليمات من الأعصاب إلى آخر حاجة وأصغر حاجة اللي هي الخلايا العصبية في الأطراف، بمسك القلم وترجم وأكتب الفكرة. هكذا عملية الكتابة. طيب لو انا في حاله المزاج رايق والدنيا مسلطنه ومفيش اي ضغوط، هطلع منتج كتابي راقي. المستوى الحقيقي ليا في الكتابه طالما مفيش، لو تعرضت لاي ضغط، الضغط دايما بيأثر على الاعصاب، ومن هنا بتيجي عمليه الاكراه في الكتابه. انا كخبير خطوط، كراجل بشتغل في التزييف والتزوير،
لما يجيني بعض التوقيعات يقول لي والله الراجل ده الموكل بتاعي بيحلف طلاق ثلاثة ان هو مضى، بس كانت البندقية في دماغه ولا الطبنجة ولا الخنجر ولا اي وسيلة من وسائل الضغط المعنوي، مش لازم ضغط مادي، فبالتالي كتب هذا التوقيع تحت تهديد، تحت ظروف خاصة. فبالتالي نتيجة الارتباك الذي يحدث في الجهاز العصبي والشبكة اللي انا بتكلم عليها من العقل للجهاز العصبي للايد الرسمة، بتطلع لي صورة الكتابة لما تكون تحت تهديد. طب بتأثر بإيه في عملية الكتابة؟ كان أول حاجة بتأثر في عملية الكتابة المستوى التعليمي. هل أنا تعلمت في الكتاب بس؟ هل خدت ابتدائية؟ خدت إعدادية؟ خدت ثانوية؟ خدت جامعة؟ كملت بعد؟ كلما ارتقت العملية التعليمية كلما المتوقع بنسبة تتجاوز 95% رقي في المستوى الخط. ما اقدرش اقول 100%. في ناس مهرية كتابة وخطها ما تعرفش تقرا. وصلت لدرجة، لكن انا بقول كلما ارتقت العملية التعليمية الطبيعي لحد 90 95 هتديني منتج كتابي راقي. يبقى هنا العملية التعليمية. ايه كمان في العملية التعليمية؟ لو انا جيت خدت 50 واحد كده ساكنين في منطقة واحدة لما كان عمرهم في كي جي 1 ودخلوا حضانة واحدة او مدرسة واحدة، وبدأ المعلمة او المعلم او المس في المدرسة تعلمهم الكتابة، هلاقي الخمسين واحد دول اتأثروا بالمدرس او المدرسة اللي بدأوا معاهم الكتابة بتاعتهم. العملية التعليمية تؤثر في عملية الكتابة. الاقي علمني المدرس اعمل حرف الكاف ازاي؟ حرف العين ازاي؟ انا بتأثر بيه بيشتغل شغل عضلي وايده واخدة على الهبد والرسم وشغله كله فيه صناعة وفيه مزايا وخواص في الكتابة تختلف على الناس اللي مولدين في بقهم معلقة ذهب وبيمسك القلم تاتش كده ويروح بيمشيها على الورق. اذا نوع العمل او نوع الوظيفه او انا بشتغل بايدي ايه اللي بتكتب بيه بيأثر ايضا في عمليه الكتابه. كده بقول ثلاث حاجات: المستوى التعليمي، المستوى الثقافي، ونوع العمل. الحاجه الرابعه والمهمه الحاله الصحيه للكاتب. هل انا ظروفي الصحيه ثابته كويسه صحيح معافى، ولا بأعاني من بعض الامراض اللي تؤثر على الجهاز العصبي وبالتالي تؤثر في عمليه الكبد؟ الغريب برضه استاذن الدكتوره رجاء، مرضى الكبد فيروس سي، لو مريض فيروس سي ما بياخدش علاج للكبد لا يؤثر المرض عليه في عمليه الكتابه. كمرض فيروس سي لا يعطي تأثير في عملية الكتابة. لما بيبدأ يتعالج العقار اللي بياخده عشان يتعالج منه الفيروس سي بيأثر تأثير مباشر على جهاز الأعصاب، فبالتالي مريض فيروس سي اللي بيتعالج كان عندنا كذا تجربة وكذا بحث في الكلام ده بدأ تظهر آثار تقطع الكتابة والرحم بياخد علاج فيروس سي، وهكذا ينطبق على الكثير من الامراض اللي المردود الثانوي بتاعها بيأثر على الجهاز العصبي فبالتالي بيتأثر في عملية. وكان عندي أربع عوامل بيأثروا في عملية الكتابة لأي حد بيكتب. هو يدعي إن هو تحت. طيب السؤال ده هرد عليه قبل ما نمشي كده على طول. إحنا الكتابة بنقسمها، يمكن لو صبرت عليا 10 دقائق كتابه طبيعيه وكتابه غير طبيعيه. كتابه طبيعيه قلنا انا في منتهى السلطنه والامور عاديه تماما وزي الفل وقاعد واخد راحتي وبكتب. المنتج اللي بيطلع ده بيعبر عن مستواي الخطي ومميزاتي وخصائصي الخطيه الفرديه باسلوب الكتابه الطبيعي. اما الكتابه الغير طبيعيه فهي بقى خد
الكتابة تحت تهديد هي كتابة غير طبيعية. الكتابة في الظروف المرضية اللي بتاخذ عقاقير تؤثر على الجهاز العصبي فهي كتابة غير طبيعية. الكتابة في سطح متحرك راكب سيارة راكب طيارة وبكتب فهي كتابة غير طبيعية. تمام؟ باجي بقى اصنف اولا انا بوصفها كتابة غير طبيعية. ليه؟ لما اجي افحصها الاقي اهتزاز في الجرار، انفصال في الجرار، اللفظ ممكن يكبر ممكن يصغر فجأة، يجي تيجي طالعة فجأة لفوق، يجي نازلة فجأة لتحت. كل نوع من أنواع الكتابة أو الظروف غير الطبيعية اللي اتكلمت عليها ليها مميزات في الكتابة بتاعتها. عشان ما يجيش واحد يستغل إنه مريض ويروح يطعن ويقول لك لا ده حاطط لي البندقية في دماغي وأنا بكتب عشان كده بتكتب. فهي الكتابة غير طبيعية. في ثلاث أربع خمس أنواع كتابة غير طبيعية، ولكن كل نوع ليه مميزات كخبير خطوط أقول ده تحت تهديد ولا ظروف مرضية ولا شلل رعاش ولا كبر في السن وبدأ يبقى غير مسيطر على الأداء. تمام؟ طيب عشان برضو حتة التهديد دي أنا مش بقولها لكم عشان تتعلموها، ولكن عشان ما تظلموش الطب الشرعي لما يقول يتعذر. التهديد يتوقف، التهديد أثناء عملية الكتابة يتوقف على مهارة المهدد وإن هو محترف أو غير محترف. أي شخص عادي أو عامة الناس أنا عزحت من واحد على توقيع ما صدقت لميت عليه، أخذوا قلمين أخذوا شرطتين أكتر عليه الباب وأجيب سلاح أرعبه بأي نوع من أنواع الرعب، لو خليته يكتب في هذا التوقيت فأنا غير محترف. لأنه هتظهر آثار التهديد واضحة جلية. خبير لسه بيتدرب هيروح ماسك التوقيع يقول لك ده تحت تهديد. الناس بقى المحترفين تزوير، مش بقول ده عشان حضراتكم تتعلموا يعني. أيوه رغم المفروض خطر أنا ده بقوله في السادة القضاة والسادة وكلاء النيابة، خطر أقوله للمحامين. اللي بيحصل أنا حاطط في دماغي اخذ من سعادتك توقيع تحت اقرار، بس كمان عاوز اضحك على الطب الشرعي ما يقدرش يثبت ان فيك. لو انا خدتك وحبستك في مكان كده وجينا انا وانت او جبت اثنين بوديجارد وقاعدين لك وانت بتكتب هتترعب وهتكتب. لا الاول ياخدوا كده والعلقه تمام، بس ما يعملش قصور ولا جروح ولا ردود عشان ما يروحش الطب الشرعي في الاماكن اللي لا يظهر فيها الضرر. خد العلقه هروح سايبه ساعتين ثلاثة وارجع اغرضيه بكلمتين، وقت غدا اجيب له غدا فاخر، اجيب له شاي، اديله الامان، اجيب له اتصال او شيك او المستند اللي عاوز يكتب. خد في حاجة من الاثنين انا هبقى قدام حاجتين، يا اما هو بدا يهدى وانا بقول له انت هزلت نقول له هتمضي ولا دي خلاص تحت ضغط نفسي وقد يكتب وتظهر اثار التهديد في الكتاب. لا شخصيته قويه ومن النوع اللي هو حتى لو طلعت له بندقيه مش هيخاف بعد العرض وبعد اللي احنا حصل معانا ده بنسبه 50% الكتابه اللي هتتكتب هتبقى كتابه طبيعيه. اروح اوديها الطب الشرعي. انا احلف طلاق ثلاثه اني كتبت ده كنت بتهدد وكنت مقفول عليا وكنت يعني الطب الشرعي يفحص يلاقي الجرات سليمه وزي جشر الموز على البلاط ما فيهاش ادنى مشكله. ودي انا عشان كنت ماسك التدريب فتره في المصلحه ركزت عليها مع الزملاء وبقولها لحضراتكم عشان تاخدوا بالكم لما تتجالي الجمله دي تعرفوا بتعني ايه. انا دلوقتي قدام واقع، قدام وكيل النيابه بيقولوا تحت تهديد، عندي انا في التحقيقات بيقولوا تحت تهديد، بفحص فنيا ما لاقيش اي حاجه تدل على التهديد. رغم ان شامم ريح التهديد في كل مجريات القضيه وعندي احساس داخلي كده من الكلام اللي قدامي ده مش تنفيذ في تهديد، لكن فنيا وده شغلي انا مش لاقي تهديد. فتقتضي الامانه الفنيه لما اوصف توقيع زي ده بفحص بقول والله بفحص التوقيع موضوع الطعن وجدت جراته طبيعيه لا يعتريها اي
مظهر من مظاهر التهديد المعتادة والكتابة غير الطبيعية، ونرى أنها كتبت بأسلوب طبيعي. لو قلت دول بس كان الخبير مقصر، انه شايف شغلي صح. لازم أردف، وخاصة القضية الرجل معترف انه قلت توقيعي بس تحت تهديد، أردف بعد هذا الكلام عشان الحرفية اللي اتكلمت عليها من شوية لما تظهرش في الكتابة، إلا أنه قد يتعرض الكاتب لتهديد معنوي أثناء عملية الكتابة، وقد لا تظهر آثار هذا التهديد في عملية الكتابة. يبقى أنا بسيب الباب مفتوح، والله فنياً الخط اللي قدامي ده ما فيهوش تهديد. بس خد بالك يا محقق، خد بالك يا محامي، دور لك على حاجة تانية كده، ده ممكن البني آدم يتعرض لتهديد معنوي أثناء عملية الكتابة، وقد لا تظهر آثار هذا التهديد في عملية الكتابة. نعم، بص أنا عشان كده بقول ما يبقاش مقصر. أنا من الناحية الفنية الباب مقفول. بعذر، يتعذر إثبات ما إذا كان تحت تهديد ولا لأ، لأني ممكن يكتب هو تحت تهديد وقد لا تظهر آثار التهديد. فبسيب له الباب، لكن لو قلت مش تحت تهديد اتقفل. أنا راجل فني، هو القاضي الخبير الأعلى، لكن غالبية القضاء يقول لك أهل الخبرة هم اللي يردوا وبيكبر دماغه، ولبس هاني هنا. وانا لبست مع ربنا حتى مش مع ربنا. طيب نشوف الناس بتوع الطب الشرعي عشان بس حضراتكم تستفيدوا قضاياكم تخلصوها بسرعه اللي رايحه، سواء حضرتك موكل لطاعن او لمطرود. زي ما قلت احنا هناخد الاساسيات اللي تفيدنا في الشغل في اقل وقت ممكن المتاح بالنسبه لنا. اولا احنا عشان نثبت التوقيع ده صحيح ولا مش صحيح، عندنا أربع حاجات بنشتغل عليهم في العنايات الطبية. أي خبير خطوط في الدنيا بيشتغل عشان نثبت التوقيع صحيح ولا مش صحيح، لازم يحط إيده على أربع حاجات في العين الخطية اللي قدامه. لازم يحدد، يبقى عنده حاجتين، فيه مجهول اللي هو التوقيع اللي إحنا عاوزين نثبته على صاحبه أو ننفيه. وفيه معلوم أوراق المضاهة أو توقيعات المضاهة اللي جايبها الطاعن اللي بيقول التوقيع ده مش توقيع. طيب رقم واحد اللي لازم أقف عليها كخبير عشان أبقى على أرض صلبة وأنا بثبت أو أنفي، الخط اللي قدامي ده، العينة الخطية اللي قدامي دي مستواها الخطي أو قبل مستواها الخطي طبيعي ولا مش طبيعي؟ في شبهة إنه اتكتب تحت تهديد، في شبهة إن صاحبه مريض، شبهة إن صاحبه كبير في السن شلل رعاش، في شبهة إنه يكون من الناس ذوي الجلطات، الكتابة تبقى باينة، أو بيكتب على سطح متحرك، يبقى لازم أقف على جرات التوقيع موضوع الطعن اللي عندي، هل محرر بأسلوب طبيعي ولا غير طبيعي؟ غير طبيعي أخليه على جنب عشان لسه هدور أشوف مش طبيعي ليه. طبيعي يبقى رقم واحد جراته، يبقى طبيعية الجرات لما أجي أوصف وردت جراته محررة بأسلوب طبيعي، بأسلوب تنتهي نهاياته النهاية الطبيعية برفيع القلب. طيب. رقم اثنين أحدد المستوى الخطي للكتابة اللي عندي. اللي كاتب التوقيع ده سواء صاحبه أو شخص آخر، المستوى الخطي ليه إيه؟ عندنا بنقول ضعيف الدرجة، دون المتوسط درجة، متوسط الدرجة، فوق المتوسط درجة. عندنا أربع درجات بنديهم للمستويات الخطية. ولكن لأن المفروض النسبي في حتت كده لما أجي أوصف واحد خطه يعني في أعلى درجة في درجات الضعيف، خلاص هيبقى دون المتوسط، او في اعلى درجه في دون المتوسط هيبقى متوسط، او اعلى درجه في المتوسط هيبقى فوق المتوسط. عشان التعبيرات دي لما تلاقوها برضه ما تقولش ده الخبير الفلاني قال كذا والخبير الثاني قال كذا. لما بيبقى شاب هو فعلا ضعيف، يعني ايه ضعيف؟ واحد حافظ الفاظ اسمه فقط، لو اديته اي حاجه غيرهم لا يمكن يكتبه، هو حافظهم بشكل، حتى لو قلت له الحرف ده ايه والحرف ده ايه ما يعرفش،
هو عارف ان رسم التوقيع بشكل ثلاث الفاظ او لفظين او اربع الفاظ بيكتبهم كده، ما يملكش غير كده. ده بقول عليه ضعيف الدرجه. لا، واحد بيكتب اسمه ممكن ينقل من كبير ايه داخل على نور، فممكن اقول يقع في اطار ضعيف الدرجه او يقع في اطار دون المتوسط. فلما الخط داخل بين مرحلتين بحط كلمه يقع في اطار، لان انا ممكن اقول ضعيف وزميل اخر يقول دون المتوسط، فحته في اطار فهو داخل. يبقى تاني درجه بقيم عليها التوقيع اللي عندي، بشتغل على موضوع الفحص الاول، طبيعيه الجراب، المستوى الخطي، الاسلوب الكتابي. لكن لما قلت العمليه التعليميه ان المدرس ده بيقول اكتب العين بالشكل ده، والمدرس ده بيقول اكتب بالكاف بالشكل ده والكلام ده، فالاسلوب الكتابي هو يتمثل في هجوم الاحرف والتكوينات الخطيه والمسافات بينها. الاسلوب الكتابي بكتب الحرف كبير ولا صغير، التكوين الخطي كبير ولا صغير، في تراكم جزئي بين الالفاظ ولا لا، في تراكم كلي ولا لا، المسافات البينيه كبيره ولا صغيره ما بين تكوين وتكوين وبين لفظ ولفظ. وده بيتوقف على، عشان كده هلاقي فيه الاسلوب الكتابي ممكن الناس اللي علمهم مدرس واحد في الحضانه والابتدائي متقاربين جدا في الاسلوب الكتابي. ده انا ممكن الاقي العشره دول متفقين في المستوى الخط، ومتفقين في طبيعيه الجرات، ومتفقين في الاسلوب الكتابي. عشان نعرف بس الفيصل، البصمه اللي لا يمكن تتكرر هتكون فين. يبقى انا ممكن عندي 50 واحد علمهم مدرس واحد، وفي الاخر كلهم خدوا ليسانس حدود، يعني حتى المسيره التعليميه بتاعتهم واحده، ال 50 دول وارد الاقي منهم 30 طبيعيه الجرار والمستوى الخطي والاسلوب الكتابي واحد. انا عندي 50 طلعت 20 وعندي 30 متفقين في الثلاث حاجات دول. نيجي للحاجه الرابعه والفيصل اللي تعتبر بصمة اصبع، بصمة صوت اللي ما تتكررش حتى مع الاخوات التوأم، المميزات واللازمات الخطية الفردية. يعني ايه؟ يبقى احنا قلنا ممكن نتفق في طبيعة الجرار، نتفق في الاسلوب، نتفق في المستوى الخطي. في بقى الحاجة الرابعة اللي لازم ادرسها، المميزات واللازمات الخطية الفردية بكله. دي بقى اللي هي طريقة كتابة الأحرف والتكوينات الخطية والمقاطع اللفظية واتصال بعضها ببعض وأسلوب التلقين. أنا يمكن طلبت شرائح ورقية هرسلها لكم الكلام ده، خلص بس الجزئين. طيب ده موضوع الفحص، التوقيع اللي احنا بنشتكي بنقول ده مش توقيعنا. درست الأربعة دول وعرفتهم وخدت فيهم قرار وخليتهم على جنب. أوراق المضاهاة، الأوراق المقدمة للمضاهاة لازم أدرس فيها الأربعة دول وأقف للطاعن على طبيعية الجرات في كتابته، مستواها الخطي، أسلوبه الكتابي، مميزاته وخصائصه الخطية الفردية. لو العينة الخطية المقدمة للمضاهاة مقدمة بنية سليمة، واحد فعل المظلوم والتوقيع مزور وجايب لي حاجات بخطه بالفعل سواء عرفية أو رسمية، هلاقي توقيعات المضاهاة اللي جايب طالما هي طبيعية ومفيش أي نية للتدخل فيها وهي مبعوثة، هلاقيها بتترابط فيما بينها بالحاجة الأساسية بدل بمميزات ولازمات خطية فردية مشتركة يعرضها التمرين الفاحص. الاقي العشر توقيعات ولا الخمس توقيعات ولا السبع توقيعات اللي جايين بتربطهم روح، بيقول دول كلهم صادرين من ايد شخص واحد، عشان لما اجي اعمل عمليه المضاهاه بجيب المستوى الخط. ما هو مش ممكن اجيب توقيع المستوى الخطي موضوع الطعن ضعيف الدرجه او فوق المتوسط درجه، وتوقيعات المضاهاه ضعيف او حتى متوسط، واقول صادرين من شخص واحد. لكن الدرجة الخطية كافية إني أنفذ. الدرجات الخطية من ساعة ما بحط القلم على الورقة وأمشي، أي
بيطلع ده اسمه تكوين خطي. في فرق بين تكوين حرفي تكوين خطي. تكوين خطي حتى لو مش مقروء ده تكوين خطي. تكوين حرفي عملت واو عملت عين عملت نقطه ده اسمه تكوين حرفي. فانا بقول الجرات طالما مش مهلهله ما فيهاش اهتزاز ما فيهاش عيوب هنا طبيعيه وهنا طبيعيه. فبتدخل على مميزات من خصائص الخط.